والله ما تسوى فينيس الهوى ما يشتم أنا انت لو ما بي احيس والله لو ما يضوى وجهك ما شفيت نور الشميس وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها حفنتي تراب وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها حفنتي تراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتنا وأخواتنا متابعي برنامج كل مع الحسين عليه السلام من على شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام. أسعد الله أوقاتكم في كل خير وحياكم الله أينما كنتم، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام المباركة وليالي شهر القدر. نتوجه للسلام على سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين وأخيه بالفضل العباس نيابة عنكم، ونرجع ونكمل وياكم الحلقة. تفضلوا ويانا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا قاضي الحاجات يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. نعم أحبتنا وأخوتنا وخواتنا ومتابعينا لبرنامج كن مع الحسين ولشاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام، وياكم حلقة جديدة من برنامج كن مع الحسين. أكيد الكل يعرف أنه البرنامج كان مساره هدف ثاني وتحول إلى هدف لاخ، كان بسبب الخلية والأزمة والسبب اللي صار والأوضاع اللي صارت الأمنية بالعراق والسبب قطوعات الطريق. خصص هذا البرنامج لكل مشتاق لزيارة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأخيه بالفضل العباس من على شاشة قناة الإمام الحسين، وبرنامجنا برنامج كن مع الحسين عليه السلام. إلى كل مشتاق لزيارة أبي عبد الله وأخيه بالفضل العباس بإمكانه أنه يتصل ويزور ويسلم على الأئمة الأطهار في جنة الله في أرض كربلاء المقدسة، ونسجل اسمه على راية سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين للتبرك. وايضا ان شاء الله احنا راح نكون نائبين عن كل مشتاق لزياره سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين من اخوتنا اللي يشاهدونا حاليا واللي يتصلون بينا واللي يشاركون واللي يساهمون بدعم قناه الامام الحسين عليه السلام. فاللي حاب انه يتصل ويزور ويسلم على ابي عبد الله الحسين عليه السلام بامكانه انه يتصل الان على الارقام الموجوده حاليا. ويانا اول اتصال الاخت ام زهراء من البصره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا العزيزة، وأسعد الله صباحكم بخير وعافية وبركة وقبول الطاعات يا رب. شلونك خالة؟ بخير ما دامكم بالخير. السلام عليكم. نتوجه الزيارة السيدي مولاي أم زهراء ونقول السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، والسلام على فاطمة الزهراء، والسلام علي علي الأكبر، السلام على أبا الفضل العباس، والسلام على زينب الحوراء، والسلام على رحمة الله وبركاته. أحسنتم. سجل اسمي أنا مريض. إن شاء الله يا أم زهراء اكتبنا اسم حضرتك والأهل والأرحام وراح أكتب الشفاء وإن شاء الله ما ننساج. زهراء زهراء أو أم زهراء؟ إذن زهراء أو أم زهراء. زهراء بخدمتكم إن شاء الله يا رب. تمام الصحة والعافية وقضاء الحوائج إليك والأهلك والأرحامك. شكرا إليك والاتصالك. ويانا الأخت زهراء كاظم من مدينة بغداد. سلام عليكم. عليكم السلام. حياكم طب. الله أختنا العزيزة. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب بالخير والعافية وقبول الطاعات إن شاء الله يا رب. والإمام إن شاء الله نتوجه للزيارة ونقول السلام عليك يا أبو عبد الله.
السلام عليك يا با، السلام على أخيك، السلام السلام على أخيك، السلام عليه السلام، عبد الزهراء عليه السلام، عبد الله، السلام عليكم على أولاد الحسين، ما هو بركاته. سجل وياك اسم منو اكتب اختي؟ انا اسم حضرتك كتبته وكتبت والاهل والارحام لقضاء الحوائج. اسم ان شاء الله بنتي. بس شنو اسمها؟ هو بس عيدي لنا الاسماء اختي، يلا عيدي لنا الاسماء ماذا اسمعك؟ حنين عباس. نعم؟ وزهراء. زهراء. حنين عباس. حنين. وبسيط. نعم؟ ماذا اسمع؟ اختي العزيزة انا كتبت الزهراء وكتبت والاهل والارحام لقضاء الحوائج، يعني تشمل اهلك وارحامك وكل اقاربائك واولادك وبناتك وكل من يخصك. وان شاء الله اكيد انه ما راح ننساكم لا من الدعاء ولا من الزيارة، بنسأل من الله قضاء الحوائج ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. وعندنا اتصال. ويانا اتصال الاخت الهام البصري، وطبعا هي احد الداعمين المساهمين في دعم قناه الامام الحسين، وشكر جزيل لها من قناتنا ومن كادرنا ومن اخوتنا ومني ومن الاخ مصطفى، ونشكرها على سعيها اللي تقدمه في خدمه محمد وال محمد ولدعم قناه الامام الحسين عليه السلام. السلام عليكم اخت الهام. وعليكم السلام اخوي رمضان كريم. علينا وعليكم يا رب تمام الصحة والعافية وقضاء الحوائج ان شاء الله يا رب وقبول الطاعات. امين رب العالمين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا ابا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى انصار الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليك يا سيد ومولاي ابي الفضل العباس. السلام على سيدتي ومولاتي زينب الحوراء. السلام عليك يا مولاي يا امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته. ويا سيد عماد اريدك تندعينا بقضاء الحوائج ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. اذا كانوا الاهل قريبين عليك فاني كتبت الهام والاهل والارحام لقضاء الحوائج. خادمني عندي اسم جيران اسم هدى صادق بقضاء الحادي. ان شاء الله صدق هدى صادق. هدى صادق بقضاء الحادي. صادق لقضاء سجل اسم بيبيتي ام حميد مريضه كلش الحوائج ام حميد للشفاء. بعد اخت الهام اذا عندكم بعد اسماء وانا بخدمتكم. سجل ارد اعطيك اسامي خواتي واخواني. يلا نكون بخدمتك. اسم سجل اسم حنان وبنين. حنان بنين. نعم وبنين. مروه هبه. مروه هبه. بعد عندك اسماء زمان؟ اي واسامي اخواني حسين وفاضل. حسين فاضل وانا بخدمتك. واذا عندك اسماء ان شاء الله ايضا ابو كاظم. ابو كاظم وعائلتي. ابو كاظم ابو طارق وعائلتي. العائله ابو منتظر وعائلتي. ابو طارق والعائله ابو منتظر منتظر والعائلة. وسجل اسم والدي أبو عادل همي. إن شاء الله أبو عادل. وشكرا لكم على هاي الخدمة الحسينية. في خدمتكم وهذا واجبنا أختي العزيزة. أنت لا تحسبين روحك أنه أنت من متابعين قناة الإمام الحسين، بل كادر قناة الإمام الحسين وإدارة قناة الإمام الحسين هم كلهم أسرتك إن شاء الله. وان شاء الله انت الك السهم الاكبر في هذه القناه لان انت احد المتبرعين الداعمين. يعني قناه أيوة الامام حسين ان شاء الله قناه الله يحفظكم ويحفظ جميع القنوات الامام حسين ويسلمكم يا رب. تدعي لي بالنظر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب صحه وعافيه، وان شاء الله بفضل العباس ما يقصر عنك ويقضي حاجتك بحق محمد وال محمد. ان شاء الله امين رب العالمين. انت سيد بالرسول الله وريد الامام الحسين وبالفضل العباس. وانا بخدمتك وهذا واجبنا. في حاضن امراض من العراق. اللهم امين ببركه دعواتكم. هذه الامراض ان شاء الله زايله وهذا الوباء ان شاء الله منتهي. ان شاء الله. سلام لاخ مصطفى وجميع ان شاء الله سلامكم وصل من على شاشه قناه الامام الحسين، وانا بدوري ايضا راح اوصل سلامكم الى كل كادر قناه الامام الحسين واخونا مصطفى جواد وبخدمتكم.
والله اشكرهم جميعا قناه الامام الحسين تواصلوا ويانا يعني كلش اشكرهم. الله يسلمكم، هذا واجبنا اختي العزيزه، لان احنا نرجع نقول انت احد اسره قناه الامام الحسين عليه السلام. تسلم خويا، الله يسلمكم، وان شاء الله دعواتنا لكم بالوصول الى جنه الله في ارضه. شكرا لك ولاتصالك. ويانا اتصال الاخ حسين من محافظه ذي قار. ام حسين من محافظه ذي قار. نعم. وقبل لا انه اتكلم ويا ام حسين، طبعا ام حسين ايضا من الاخوات الداعمات لقناه الامام الحسين والداعمه لرساله ال البيت عليهم السلام من عبر شاشه قناه الامام الحسين. وفقت وشاركت وساهمت بدعم القناه حتى انه يكون لها شعاع نور من الحسين عليه السلام في داخل بيتها. الله يوفقها ويوفق لها العائله. السلام عليكم يا ام حسين. السلام ورحمه الله وبركاته، الله يوفقك يمه. صباحك خير وعافيه يمه، شلونك؟ صحتك احوالك؟ رمضان كريم عليكم يمه علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه يا ربي. الله يسلمك ويعافيك ان شاء الله يا ربي، يخليكم بركه دعواتكم ان شاء الله. مشتاقين لكم احنا، ونتمنى ان شاء الله عودتكم وجيتكم الى كربلاء، ونشرف بشوفتكم بمقر قناه الامام الحسين اللي بشارع امام علي. ان شاء الله تنعاد زياره علينا يا رب ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله ان شاء الله. والله ما ناسيكم احنا، والله العظيم ما ناسيكم، بس ايش الظروف والظروف لازم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله احنا ما ناسيكم لا من الدعاء ولا من الزياره. ام حسين نتوجه الى زياره سيدي مولاي بعبد الله الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، والله حسب قلوبنا يا أبا عبد الله. السلام على فضل العباس، السلام على أصحاب الحسين وأولاد الحسين، والله ينقيكم يا يما ويحفظكم وتوصلون صوتنا للحسين. هذا واجبنا وأقل واجب نقدمه إلى كل مشتاق. والله مشتاقين لزيارتكم يا يمه. ان شاء الله يا رب يعني دعواتنا لكم بالوصول الى هذه الجنه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يخليكم يا ربي، ان شاء الله ينعاد عليكم شهر رمضان بالصحه والعافيه والسلامه يا رب. عليكم يا رب بتمام الصحه والعافيه اليك ولاولادك وابنائك وارحامك واحفادك وكل اهلك ان شاء الله. شكرا لك ولاتصالك وبخدمتكم احنا. ويانا الاخ الحاج جواد من محافظه كربلاء من قضاء طويريد. السلام عليكم. السلام عليكم يا حاج جواد. الله يساعدك ويسلمك، اغاتك ربك واهل بيتنا واهل بيت النبي العفو. بل شلونك اغاتي؟ الله مأجورين ومحفوظين، بارك الله فيك. ويسلمك ويعافيك يا رب، واحسن الله لك العزاء وعظم الله اجرك بشهاده امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. يحفظ الكاد ويسلمك ويعافيك يا رب، ويحفظ لك العائله والاهل والارحام ان شاء الله. نتوجه للزياره يا حاج جواد ونقول السلام عليك يا ابو عبد الله اذا تسمعني. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ازور سيدي ولا ابي عبد الله. زيارة مني وإصالة عن نفسي ونيابة. السلام عليكم. إن شاء الاتصال انقطع، لكن إن شاء الله يا رب يوفق الحاج جواد للاتصال مرة ثانية. احنا ما نسيناه وكتبنا اسمع على رأي سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين وأهله وأرحامه ذكرناهم، وإن شاء الله يا رب قضاء الحوائج. شكرا لك ولاتصالك. وعندنا اتصال الاخ امير من استراليا. السلام عليكم. السلام عليكم يا امير. اللهم صل على نور المصطفى محمد وآل محمد. اللهم صل. ازور سيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين نيابه عني وعن المؤمنين والمؤمنات ومن اوصاني بالدعاء. السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله الحسين، وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناقت برحلك، عليك مني سراب الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين.
وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي، يا أبا الفضل العباس، يا قطيع الكفين، يا ساقي عطاش كربلاء. السلام عليك يا مولاتي، يا الحوراء زينب، يا بنت أمير المؤمنين، ورحمة الله وبركاته. أحسنت إن شاء الله يا رب، دعاء مستجاب وزيارة مقبولة وحوائج في زهراء إن شاء الله لقضاء الحوائج وللعائلة الكريمة إن شاء الله تعالى. ولا تنسونا بالدعاء إن شاء الله مناسككم إن شاء الله. نكتب أيضا لقضاء الحوائج وما ننساكم إن شاء الله، لا من الدعاء ولا من الزيارة عند حرم سيدي مولاي أبي عبد الله وأبي الفضل العباس. ويانا اتصال لأختهم عماد من مدينة واسط. السلام عليكم. وعليكم السلام يمه، حياكم الله وربي يسلمكم ويعافيكم ويحفظكم. الله يسلمك يا يمه، الله يخلي قناة الإمام الحسين ويخليكم إن شاء الله دائمين في خدمة محمد وآل محمد عليه السلام. يا يمه بك سجل اسم المريضة وسجاد وابو عماد إن شاء الله. أبو عماد خير يا أبو عماد، صار يومين أو ثلاثة ما سامع صوته، خير إن شاء الله ما بي شيء. لا ما بي شيء، بس انا اتصل بك، انا كان مريضه. يلا ان شاء الله ما بيش الا العافيه وسلامنا الي سجاد. العافيه ام عماد. الله نزور عيوني. يسلم عيونك، تفضلي للزياره. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اخيه ابي الفضل العباس. يا يما بركة تسجلنا إن شاء الله بالعافية. إن شاء الله العافية صايبتكم ما دامكم من عشاق الحسين عليه السلام، في خدمتكم وهذا واجبنا. الله يخليك، الله يحفظك، الله يسلمكم ويعافيكم. حسب حضرتك كتبناه وكتبنا أيضا سجاد، ربي يحفظه لكم ويقوم بالسلامة ويحفظك والشفاء العاجل إليك. وكتبنا أبو عماد، إن شاء الله مناسيكم من الدعاء ولا من الزيارة. ويانا أبو ناظم من محافظة البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباحكم قضاء حوائج إن شاء الله يا أبو ناظم. أغاتي أنا أسمعك، أنت تسمعني؟ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو ناظم تسمعني؟ أسمعك مولاي، أسمعك. فدوى لعينك صوت. أزور مولاي الحسين. فدوى لعينك، بس صوت التلفزيون ينصي وتوجه لزيارة. التلفزيون. يلا توجه زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أبو الفضل العباس وعلى السيدة العقيلة زينب. مولاي سجل أمل الشفاء ان شاء الله، وبعد وبنين للشفاء. بنين ايضا للشفاء. بنين وامل للشفاء ان شاء الله. وابو ناظم والاهل. نعم. والارحام وناظم لقضاء الحوائج. نعم. وانا بخدمتك للشفاء. يسلمك، بخدمتك انا ان شاء الله يا رب، ما بيهم الا الصحه والعافيه. وان شاء الله يا رب نسمع ان شاء الله خبر سلامتهم بالقريب العاجل ان شاء الله. شكرا لك ولاتصالك. ويانا الاختهم علي من مدينة ذي قار. سلام عليكم ام علي. سلام عليكم يا ام علي، عل الله شانك وعلى مقامك ان شاء الله يا رب في حب محمد وآل محمد. اذا تسمعين توجه للزيارة. للأسف ما تسمعنا، انقطع اتصال. راح نكتب اسمها وناخذ الاتصال اللي بعده. أم علي والأهل والأرحام. نعم أخواتنا خواتنا متابعي قناة إمام الحسين وبرنامج كل مع الحسين عليه السلام، اللي يحب أنه يشارك ويدعم قضية الإمام الحسين عليه السلام من خلال شاشة قناة إمام الحسين، يشارك ويانا لإيصال صوت الحسين عليه السلام إلى كل أنحاء العالم، ويجعل الإشعاع نور من داخل بيته، ويكون أحد الأسر الحسينية المشاركة في دعم قناة الإمام الحسين فيتأخر، لأن قناة الإمام الحسين بحاجة
إلى مساعدتكم وبحاجة إلى دعمكم وبحاجة وبحاجة حضرتكم للوقوف معها لإيصال صوت الحسين عليه السلام إلى كل أنحاء العالم. قناة الإمام الحسين وجدت في كربلاء لخدمتكم ولخدمة كل مشتاق لزيارة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين. قناة الإمام الحسين تعد بعدة لغات، لا فقط باللغة العربية اللي متوجه عليها حاليا أني، لكن قناة الإمام الحسين بخمس لغات تبث إلى كل أنحاء العالم، باللغة العربية اللي حاليا تشوفون عليها اللي هي على النايل سات، وأيضا باللغة الإنجليزية وباللغة الأوردو، وقناة الزهراء اللي هي باللغة التركية، وأيضا قناة الإمام الحسين الأولى واللي هي باللغة الفارسية. كل ذن اللغات من داخل كربلاء ومن داخل البقعة الطاهرة ومن داخل هذه البناية ومن نفس هذا الاستوديو والاستوديو الثاني وباقي استوديوهات قناة الإمام الحسين تبث كل لغات العالم من عبر شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام. فبمجهودك وبسعيك وبدعمك للقناة المالي إن شاء الله يا رب راح نوفق وإياكم لمساعدة تلك القنوات اللي ذكرتها زائدا القناة العربية. إن شاء الله راح يبقى شعاع نور الحسين خفاق في كل أنحاء العالم من خلال شاشات قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. فلا تتأخر في المساهمة والدعم وسجل اسمك مع خدام الحسين المشاركين في دعم هذه القناة. ويانا الأخت أم أحمد من ديالى. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله أختنا العزيزة وأسعد الله صباحكم بكل خير. الخير والصحة والعافية. يسلمكم ويعافيكم إن شاء الله. أزور الإمام الحسين. إن شاء الله نتوجه للزيارة بالسلام على سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين. تفضل. السلام على الحسين. السلام على علي بن الحسين. السلام على ولد الحسين. السلام على العباس أبو الفضل عفوًا قمر العسير. حافظ سجل عائلتي. وأنا بخدمتكم كتبت أم أحمد والأهل والأرحام. وأحمد. أبو أحمد. وعباس. أحمد. وبنت كلثوم. محمد عباس كلثوم. نعم. مشتاق ورقد. نعم. عراء. مشتاق. وعمي بالصحة والعافية. أختي العزيزة بس خليك وياي. من بعد كلثوم مشتاق ورغد وحوراء. حوراء وعمي بالصحة والعافية. اللي اسمه شنو اسمه؟ روكان. بعد وعمتك الله يحفظها أم منو؟ أم زينب بالصحة والعافية خطينا اليابان. أم زينب إن شاء الله نكتب من بعدهم لقضاء الحوائج والشفاء. واني بخدمتكم وان شاء الله يا رب دعاء مستجاب وزياره مقبوله وحوائج مقضيه اختنا العزيزه. شكرا لحضرتك ولاتصالك. وناخذ اتصال. نعم اخوتنا، مثل ما بلغتكم انه كل اللي يحب يساهم ويدعم قناه الامام الحسين، لانه قناه الامام الحسين ما مدعومه لا من حزب ولا من كيان سياسي ولا اي جهه اخرى حتى تغطي احتياجاتها من مصاريفها ومن إيجار القمر الصناعي اللي تبث عليه، وأيضا كمصاريف كوادرها. فاللي يحب يساهم ويدعم قناة الإمام الحسين عليه السلام بإمكانه أنه يتصل على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة ويسأل الأخوة اللي هم حاليا على الاتصالات كادر علاقات قناة الإمام الحسين عليه السلام، ويعرف من خلالهم كيفية التبرع والدعم لقناة الإمام الحسين عليه السلام وكيفية إيصال المبلغ إلى قناة الإمام الحسين عليه السلام. وأيضا اللي يحب أنه يسجل اسمه على رأي سيدي مولاي أبي عبد الله ويزور سيدي مولاي بالفضل العباس والإمام الحسين عليه السلام ليتأخر. حاليا الأرقام الموجودة أسفل الشاشة هي في خدمتكم لكل مشتاق لزيارة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وإذا كانت عندنا اتصالات فنكون بخدمتكم إن شاء الله يا رب. لا عندنا إنه أسماء أخواتنا وخواتنا بلغونا إنه بالرسائل اللي وصلت للقناة إنه راح نكتمهم. أبو علي الفاضلي وأم مصطفى وأسماء
وإيمان حمدية ورضا عبد الوهاب وسناء عبد حسين داود وليلى عطية أم علي للشفاء الحاجة شذا وناخذ الاتصال من محافظة ميسان الأخ علي. سلام عليكم. وعليكم السلام. الله يساعدك عمو وسعد الله صباحك بخير وعافية. الله نتوجه إلى زيارة حبيب قلوب العالمين سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين يا علي. إيه. يلا تفضل الزيارة. السلام عليك يا أمام الحسين وعلى ابن وعلى علي ابن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين عليه السلام بس الشفاء إن شاء الله الشفاء العاجل وأبو الفضل العباس ما ينساكم بقضاء حوائجكم عمو علي. السلام عليك يا أمامي يا أمامي الحسين ورحمة الله وبركاته وشكرا لك ولاتصالك. إن شاء الله ما راح ننساكم لا من الدعاء ولا من الزيارة. ونرجع إلى كتابة الأسماء أخوتنا وخواتنا اللي أيضا خصونا في كتابتهم. إن شاء الله دعواتنا لهم بقضاء الحوائج. الأخ الضحى حسين علي غصون رقية وشيماء باسم مصطفى حسين ومجتبى وبلسم وإلى كل شهداء العراق. نعم أخوتنا البرنامج انتهى والوقت المقرر للبث المباشر انتهى من البرنامج كن مع الحسين عليه السلام، لكن برنامج قناة الإمام الحسين إن شاء الله ما انتهى. بكرة بنفس الوقت مصطفى جواد راح يكون استقبال اتصالاتكم ورسائلكم على برنامج كن مع الحسين. وكنت أنا معكم أخوكم سيد عماد الحكيم. دمتم في رعاية الله وحفظه. وجهك يضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها حفنتي تراب وجهك